جحا وحفل الزفاف. كان لجحا جار بخيل أقام وليمة عرس، ولم يدعو جحا إليها، فغضب جحا من ذلك، وفكر كيف له أن يحضر الوليمة من دون دعوة، فاتفق مع ولده وقد أعد خطة لحضور تلك الوليمة. خرج ولده مسرعا من بيتهم ودخل بيت الجار الذي كانت به الوليمة وهو يصرخ أنقذوني أنقذوني، وكان جحا يجري بعصاه خلف ذلك الولد، فأمسك المدعوون بجحا وراحوا يهدئونه، وعندئذ اختبأ الولد واحتمى بالحضور، وجحا يحلف ويتوعد ابنه بالعقاب. وبينما هو كذلك مدت الموائد ووضع عليها الطعام وجلس المدعوون وطلبوا من جحا مشاركتهم في تناول الطعام لعله يهدئ من روعه بعد تناول أطايب الطعام، فلم يتردد جحا وأسرع بالجلوس مع المدعوين وأقبل على الطعام يلتهمه بشراهة وهو يقول: ما أغرب فعل ذلك الولد، لقد عرف أين يلقي بنفسه ويحمي نفسه من عقابي. فقال له المدعوون: تسامح يا جحا واغفر له خطأه، فما زال صغيرا. فقال جحا: لو أمسكت به لمزقته كما أمزق فخذ الدجاجة هذا، ولمضغته كما أمضغ هذا اللحم اللذيذ. فقال صاحب الوليمة: كفاك يا جحا وشاركنا فرحتنا. ثم طلب من ولده أن يأتي ويجلس بجوار جحا ويعتذر منه، وطلب من الولد أن يشاركهم الطعام، فجلس يأكل وهو مسرور. ولما فرغوا من الطعام قدم إليهم صاحب العرس الحلوى والمشروبات الباردة، وبعد أن أكل المدعوون وقف جحا وقال: لقد علمنا بهذه الحفلة وتلك الوليمة اللذيذة، ولم تدعنا لها أيها الجار العزيز. فقال صاحب الحفل معتذرا: لقد شغلتنا لوازم الحفل عن أعز جيراننا فقصرنا في حقه، فعذرا منك على هذا الخطأ. فقال جحا ضاحكا: لقد فكرت مليا، كيف لي ألا أشارككم هذه الوليمة، فلم أجد وسيلة إلا أن أصطنع هذه المشاجرة مع ولدي. فقال صاحب الحفل: أنا أسمع عن نوادرك وحيلك يا جحا، ولكنني لم أصدق حتى شاهدت ذلك بأم عيني. فقال جحا وهو يضحك: أرجو ألا تنسى حصة زوجتي، فأريد الانصراف الآن، ألقاكم في وليمة أخرى بإذن الله. وهكذا انتهت القصة، إلى اللقاء. جحا ورائحة الشواء. وقف جحا بباب مطعم الشواء وكان جائعا، فأخذ يشاهد اللحم المشوي ورائحته اللذيذة تفوح منه، فاشتد الجوع عليه فاشترى رغيفا من الخبز وجلس بالقرب من ذلك المطعم وأكل الرغيف وهو يمرره فوق الشواء، ورائحة الشواء قد علقت برغيف الخبز. وعندما رآه صاحب المطعم خرج إليه وطلب منه ثمن رائحة الشواء التي أكل بها الرغيف 5 دراهم، فتعجب جحا من طلب صاحب المحل ورفض أن يعطيه شيئا، فأمسك صاحب المحل به وأخذه إلى القاضي،
وعندما دخلوا دار القضاء بدأ الرجل يقص على القاضي قصته قائلا: يا سيدي القاضي، لقد أكل هذا الرجل رغيفا عليه رائحة شوائي، وطلبت منه أن يدفع لي 5 دراهم ثمن رائحة الشواء، ولكنه لم يقبل. فكر القاضي قليلا وهو ينظر إلى جحا وقال له: فلتحكم لنفسك يا جحا، أرني ما أنت فاعل. وكان القاضي قد سمع عن دهاء جحا وذكائه، وأراد أن يرى ذلك بأم عينه. أخرج جحا درهما من جيبه ورمى به على الأرض، وكرر ذلك 5 مرات، وكان كلما ارتطم بالأرض أصدر صوتا. فالتفت إلى صاحب المطعم وقال له: أسمعت صوت رنين الدراهم؟ فقال صاحب المطعم: نعم. فالتفت جحا إلى القاضي وقال له: يا سيدي، حكمت له بأن يأخذ صوت رنين الدراهم 5 ثمنا لرائحة الشواء. فضحك القاضي وقال لجحا: قبلنا بحكمك. ونظر إلى صاحب الشواء وقال له: إن الرجل أكل بأنفه، وأنت خذ نقودك بأذنيك. ثم انصرف كل منهما في طريقه، وقد لقن جحا ذلك البخيل درسا لن ينساه. وهكذا انتهت القصة، إلى اللقاء. قصة القاضي جحا. كان القاضي جحا جالسا في دار القضاء يقضي ويحكم بين الناس المتخاصمين، فدخل عليه رجل يلبس ثيابا رثة ويبدو عليه البؤس والحزن. فتقدم الرجل أمام جحا وقال: يا سيدي القاضي، إن لدي مشكلة كبيرة وأريدك أن تساعدني وتجد لي حلا وتنقذني من هذه الورطة. أومأ جحا برأسه للرجل كي يكمل حديثه، فقال الرجل: إني أعيش مع زوجتي وأمي وأربعة أطفال في منزلي الصغير جدا، فماذا تقترح أن أفعل حتى أحسن من حياتي؟ فأنا لم أعد أقدر على تحمل أعباء هذه الحياة بعد الآن. فكر جحا قليلا ثم ابتسم وقد خطرت على باله فكرة رائعة. نظر جحا إلى الرجل ثم قال: سوف أقول لك ماذا تفعل. اذهب الآن إلى السوق واشتري حمارا ليعيش معكم في البيت، ثم تعال إلي بعد يومين. تعجب الرجل من كلام جحا، ولكنه لم يكن لديه خيار سوى سماع نصيحة جحا، ففعل. وعاد بعد يومين يشتكي لجحا سوء حاله ويقول: لقد ساءت حالتي كثيرا يا سيدي القاضي. سكت جحا برهة ثم قال: إذن فلتذهب إلى السوق فاشتري خروفا واجعله معكم أيضا في المنزل، ثم تعال إلي بعد يومين. ذهب الرجل وفعل ما أمر به القاضي جحا، ثم عاد بعد يومين ويبدو عليه الهم والتعاسة، وقال لجحا: أرجوك ساعدني يا سيد القاضي، فإن حالتي تزداد سوءا يوما بعد يوم. أرجوك ساعدني. فقال جحا للرجل: اذهب إلى السوق من جديد واشتري 2 دجاجات وديك، واجعلهم يعيشون معكم في المنزل، ثم تعال إلي بعد يومين. فعل الرجل ما طلب جحا منه، ثم رجع بعد يومين وهو في حالة مزرية تماما، وقال لجحا: يا سيدي القاضي، لقد أوشكت على أن أموت
من ضيق الحال وسوء المآل، فما عدت أحتمل إطعام كل هؤلاء، ولم أعد أحتمل أصوات الحيوانات. أرجوك قل لي ماذا أفعل، فإن الحال يزداد سوءا. ابتسم جحا ثم قال للرجل: الآن اذهب إلى السوق واعرض خروفك وحمارك والدجاجات والديك للبيع، وبعها بأعلى ثمن وتعال إلي بعد يومين. ذهب الرجل وباع ما عنده وربح مبلغا جيدا من تلك الصفقة، ثم عاد بعد يومين متهلل الوجه تبدو عليه ملامح السعادة والمرح، وقال للقاضي جحا بحماس: شكرا لك يا سيدي القاضي على مساعدتي، والحمد لله كثيرا، لقد أصبح منزلي جميلا وواسعا، فنحن نعيش فيه فقط أنا وزوجتي وأمي وأولادي الأربعة، وأصبح المنزل رائعا وربحت مبلغا لا بأس به. فقال جحا متبسما: أرأيت يا أخي، لقد كنت تعيش في نعمة كبيرة وأنت لا تدري، وعندما جعلتك تعيش في وضع أسوأ وأصعب قدرت ما كنت به من نعم، فاحمد الله دائما وأبدا وارضى بقسمتك من هذه الحياة، تكن أغنى الناس. وهكذا انتهت القصة، إلى اللقاء.